يا فيونكا يا فيونكا، تميزي في كل حاجة تخصك. البنت يعني الجمال، يعني الأناقة، يعني الاهتمام بكل ذرة فيها وهي نازلة من البيت. وطبعا ده هدفنا في فيونكا وبيون باستمرار، علشان تقدري وانتي نازلة يبقى عندك كم من الثقة كبيرة جدا. عشان تكوني واثقة في نفسك لازم تيجي عند بيوتي صالون كارفن. هتقولي لي ليه؟ هقول لك دلوقتي حالا ليه، وهي لعده اسباب كتيره جدا. في الاول بس هرحب باستاذ عبد الرحمن وهقول له طبعا احنا مبسوطين ان احنا موجودين عندكم النهارده. اهلا بيك. اهلا بيك. مبسوطين وأنا بجد النهارده أنا بالمكان. مبسوط ان انتوا النهارده عندي والله، فرحان ربنا يخليك. وده شرف لينا جدا. لا بجد المكان مبدئيا مريح جدا، كل الصف بجد مريح كده. انا لسه بقول له حتى الناس حاجه بشوشه كده والموضوع لطيف. قول لي بقى في الاول، انتوا اكتر من فرع؟ احنا 4 فروع في اسكندريه، اول فرع لينا من 50 سنه. من 50 سنة. من 50 سنة. ده من قبل ما الناس تقول يا أي حاجة خالص. كان فرع السلطان حسين، وبعد كده بقى تاني فرع لوران، وبعد كده فرع هنا المنتزه، وثم فرع سموحة. عندنا معرضين بنبيع فيهم مستحضرات تجميل كاملة، سواء للاستخدام اليوزرز يعني أو للكوافيرات، لفرش كمان كوافيرات صالونات كاملة. يعني أنتوا بتفرشوا أماكن أكتر كمان من إنك بتبيع بالظبط. وعندنا حاجات براندات بتاعتنا، عندنا يعني في بيبليس مشهورة، بيبليس كارفين، بننزل كل سنة منها إصدار جديد. طبعا هي معروفه جدا. وفي منها كمان دلوقتي مضروب، يعني دلوقتي حتى احنا لما الناس بتجيب بتبقى احنا بننبه الناس ان هم يشتروا من الفروع بتاعتنا بس، او لو احنا في ناس واخدين مننا موزعين معتمدين بنبلغ الناس بيهم على طول على الصفحات بتاعتنا، عشان خاطر يتجنبوا ان هم يروحوا لحاجه مضروبه، لان المضروب ده ملوش قطع غيار. احنا الاوريجينال بتاعتنا ليها كل قطع الغيار بتاعتها. في ناس شغاله بيها من 2010 لغايه النهارده نفس الباتريس، بس بتيجي تعملها مينتنس بس. عندنا خطوط مثلا صبغات زي اتش بي، عندنا ده ايطالي، عندنا خط صبغه سي كي اس ده فرنساوي، عندنا لينسز ان شاء الله براند هينزل تحفه جدا على اخر السنه ان شاء الله. احنا حاليا سجلنا صح اسمه ليديا. ليديا احنا لينا 4 فروع. لينا اول فرع كان من 50 سنه في شارع السلطان حسين. ده من قبل ما الناس تقول يا بيوتي سنتر ولا اي حاجه خالص. يعني فرع قديم يعني. ولينا في شارع شعراوي في لوران، ده كان الفرع اللي بعده. ولينا في هنا في المنتزه الفرع اللي احنا حاليا فيه. ولينا في سموحه، في ميدان سموحه الفرع الرابع بتاعنا. ولينا معرضين مستحضرات تجميل بنبيع فيهم لليوزرز عادي، وبنبيع فيهم برضو للكوافير يعني بنفرش صالونات وكده. احنا عندنا برضو براندات بتاعتنا، في زي بيبليس كارفين طبعا دي معروفه جدا. يعني البيبليس بقى لها حوالي 10 سنين في السوق. كل سنه بننزل فيرجن جديد، يعني بننزل اصدار جديد. حلو جدا. للسنه طبعا ده في منها بقى دلوقتي الكوبي، وفي منها الاوريجينال والكلام ده كله. للاسف اتضربت، وفي منها في السوق كوبي بس. طب انا لو نازله اشتري اعرف ازاي؟ احنا بننوه دايما الناس ان هم يشتروا من عندنا من فروعنا. حلو جدا. او ان هم بندلهم على مين الموزعين المعتمدين بتوعنا، يعني بننزل لينك على الصفحه او تنويه مثلا لان فلان موزع معتمد. جميل. غير كده لا؟ غير كده لا. ليها بقى صيانه عندكم؟ يعني طبعا لو حصل حاجه في البيت ليها صيانه؟ الشيء المميز ليها ان هي ليها صيانه في كل قطع غيارها. حلو جدا. فده بيخلي للمستهلك ان هو بدل ما يروح يجيب بابليس ثانيه وممكن تقع منه تتكسر تبوظ، لا احنا البابليس ليها قطع غيار كامله للصيانه ليها. طب ايه اللي بيبوظها اصلا؟ هو مش بيبوظها، هو ممكن حد بيستخدمها تقع منه فتتكسر. ممكن مع الوقت الحراره بتاعتها بتضعف، فبنعرف بتتعلى برضو. ممكن ممكن من كهرباء، يعني ممكن يحصل ناس كهرباء مشكله في مكان او حاجه والكهرباء بتاعتها تضرب تبوظ. كل حاجه فيها ليها. طب حلو جدا. ده انا شايف حاجه فلوسها فيها يعني. بالظبط. هي حتى الستيكرز اللي عليها بتتغير، يعني حتى لو قدم او حاجه، وليها باركود بنكشف بيها اذا كانت هي اوريجينال ولا لا. ده يعني حاجه عملناها في الاونه الاخيره يعني. ده بالنسبه للدبليس. جميل. طيب بتقدر تقدم لي ايه تاني في الفروع بتاعك؟ بالنسبه للخدمات مثلا احنا بنشتغل معظم الخدمات، يعني الفيشل، الشعور، الصبغات، تجهيز العرايس تجهيز كامل، الميك اب. طبعا عندنا ميك اب ارتست معروفين كمان في اسكندريه بيشتغلوا. عندنا خدمات بقى ممكن زي البروتين، احنا حاليا في بروتين بتاعنا برضو عاملينه. انا لسه كنت هسال بقى، انتوا اكيد عاملين حاجه جديده؟ اكيد طبعا، طبعا. لازم تكون بروفيشنال يعني. مظبوط. احنا عندنا في بروتين بتاعنا هو يعتبر علاجي اكتر، لانه هو بيشتغل على علاج الشعر التالف من البروتين او الكرياتين اللي بيكون الماده فيه حاميه شويه او بيضعف الشعرايه. في ناس كتير بتعمل
بروتين او كرياتين الشعر بعديها بيضعف طبعا كل الناس بصراحه او يعني. بيشتكوا من صوت الشعر او ان الشعر نشف بعد فتره معينه يعني ممكن في ساعتها يكون كويس برضو بيعالج الشعور معموله بليتشنج معموله تفتيح بنسبه عاليه الشعر بلوند اشقر قوي او اللي هي بالزبط. بودره التشقير بالزبط. بمعنى اصح بالظبط بودره التشقير بمعنى اللي انا قايله لكم يا جماعه ما تصدموهاش خالص ايا كان ايه اللون الحلو اللي انتوا عايزين تعملوه لا هي هي احنا على فكره بنشتغل بيها احنا عندنا براند بتاعنا بالمناسبه يعني اسمه سي كي اس ده فرنساوي ده فيه بودره تشقير تحفه جدا والله وبتحافظ على الشعر وفي منها والله بجد حاسبك على ضمانتك طبعا ايه وفي فيها نوع برضو من البودره ده فري امونيا خالص لونها موف غامق كده ده عشان الحوامل والبنات الصغيره لما بيحبوا يعملوا تليتشنج او حاجه بس ما انا عايزه اقول بس ان الفرق بين ده وبين البودره التشقير العاديه ان انتم ممكن عشان المنتج بتاعكم اصلا او انتم مستوردينه فانتوا عارفين انتوا عاملين ايه احنا بنعمله في مصانع يعني السي كي اس ده معمول في مصنع في فرنسا بالظبط فخلاص طبعا دي حاجه اكيد امنه لكن اكيد مش هنزل اجيب بودره تشقير من الصيدليه واشقر بيها شعري اكيد في ناس كتير على فكره بتعمل كده في صيدليات فيها براندز كويسه يعني السي كي اس دي ان شاء الله قريب تنزل الصيدليات يعني في بالعكس دي الصيدليات بتاخد الحاجات المسجله في الصحه ولكن في حاجات بتكون الكواليتي بتاعتها ضعيفه يعني موجود منتشر دلوقتي في مصر عندنا ان في حاجات كتير الكواليتي بتاعتها تبقى ضعيفه جدا فممكن تاثر بالسالب على الشعر انها ممكن تفتح الشعر مثلا لو هنتكلم عن البودره ولكن بعد كده بتعمل تلف في الشعر بالظبط تلاقي الشعر تلف ومهلوك ومقصف بالظبط فاحنا الفكره في البروتين بتاعنا اللي هو الاورجانيك هو يعتبر فيلر للشعر بيعالج الشعر من المشاكل اللي زي التشقير بتاعه طبعا كلنا بنبقى عارفين ان الخامات دي بتقطع الشعر بتتلف الشعر فيعني ببقى عايزه اعرف انهي بروتين طبعا هو اللي امن طبعا لازم اكون متاكده من المكان ومن المتخصص اللي بيعمل لي والكلام ده كله ده بقى العلاج بتاع الحاجات اللي انا عملتها قبل كده بالظبط هو هي هي فايدته ابوظ وجيلك يعني هو فايدته ان هو بيعالج الشعر التالف مطرح البروتين او الكرياتين اللي اتعمل هو في انواع كتير اوريجينال موجوده وكويسه ولكن هي الفكره ان ممكن يكون استخدمت نوع خطا على الشعر نوع حامي شويه مثلا محتاج شعر كان اوحش او حالته اصعب شويه من شعري فده سبب ان شعري بدا يقع او شعري بدا يسقط يسبب ان شعري يبقى ضعيف انا استخدمت حاجه حاميه عليه او حاجه قويه اقوى منه عليه فلكن الاورجانيك بتاعنا اللي احنا ان شاء الله برضو بدانا نشتغل بيه وهنبتدي ان شاء الله قريب نطرحه في السوق هو بيكون علاج لكل المشاكل دي حلو قوي واحنا عملنا بيه تيست واشتغلنا بيه بقالنا فتره وبرضو هنفرجكم ان شاء الله على حاجه النهارده عندنا احنا اوريدي دلوقتي في حد شغال على شعر موديل علشان يورينا افتر وبيفور والنتيجه كانت عامله ازاي بالظبط بس انا شايفه النتيجه طبعا يعني ان شاء الله تبسط كل فيونكات كل اللي بوظتوه يا جماعه كل اللي انتوا عملتوه في شعركم ده تعالوا حتى والحل هنا ان شاء الله, طب المنتج ده انا اقدر اخده واتعامل بيه طبعا السؤال الشهير عشان نقدر نجاوب لهم على الاسئله بتاعتهم اقدر اخده استخدمه في البيت او اخلي حد يعمله لي طبعا عادي جدا عادي. أي مش لازم يعني يكون متخصص لا خالص حتى مش لازم تكون البابليس اللي بنعمله بيها تكون سخنه يعني احنا في البروتينات او في الكرياتين بيفضلوا ان البابليس تكون سخنه عشان يشتغلوا بيها على الشعر عشان الحراره الكبسول ودخول المادة وكفرج على الشعراية لا احنا في الفيلر بتاعنا او في البروتين الاورجانيك بتاعنا ده مش لازم الكلام ده كله ببليس عادية جدا ممكن نشتغل بيها وفي وقتها حتى سريع ما بتاخدش وقت زي البروتين العادي طب هو ده بيفرد ولا ده بيعالج بس لا هو بيعالج وبيدي نسبه فرد فيه مش فرد يعني بيدي انسيابيه في الشعر لو الشعر فيه كسرات او كده طبعا بتروح خالص احنا برضه ما قلت لحضرتك احنا هنشوف مع بعض دلوقتي الشعر المعمول بتاع الموديل هنشوفه بيفور وهنشوفه افتر اوكي فهيبين معانا الفرق طبعا بيخلي الشعر نازل يعني بيقولوا عليه بالتعبير المجازي حرير يعني حلو جدا حلو جدا لكن ما بيضيعش مفعول البروتين اللي قبل كده لا عشان في ناس تقول لك طب انا عملت بروتين وبوظت شعري ايه اللي يخليني اعمل كده لا بالعكس هو بيدي كفرج على البروتين يعني البروتين لو فيه مساوئ زي ما قلت لحضرتك هو اولا معمول من حاجه اسمها الخلايا الجذعيه طبعا اللي كلنا طبعا هي دي في الاونه الاخيره هي طالعه بطريقه فانتاستيك يعني مشهوره بالظبط مكتسحه فهو اولا معمول بيها بيعالج الشعرايه بيقلل من سقوط الشعر بيغذي الشعرايه بيمنع التقصف بتاع الشعرايه لو الشعرايه فيها تلف او حاجه في الاطراف بالذات معظم الناس لما بتعمل بروتين او حاجه بيبقى عندهم مشكله ان الشعر في الاطراف بيكون ناشف او برده مقصف او من تحت يعني مش مدي الشكل اللي هم محتاجينه طبعا هو بيعالج الموضوع ده تماما بيخلي الشعرايه طريه جدا ما بيخلينيش بقى احتاج
ان انا اقص تماما. اقدر اقول بقى انا كمروه وبكلم كل فيونكه في الحالات دي ما ينفعش تبقي بتفكري في السعر، المكان الفلاني اقل من المكان الفلاني التاني، فبالتالي انا هروح للرخيص، لان الحاجات دي كل ما كان العنايه بالشعر اكتر والمنتجات تكون بروفيشنال اكتر او براند اكتر او حاجه تكون صحيه للشعر، مش شرط خالص انك تبصي للسعر. طبعا كل العروض وتلاقي بقى في مزايد في الاسعار وده ينزل وده ينزل، فبالتالي انا الوحيده المتضرره، فالمهم ان انا اكون واثقه في المكان ده. لا هو ده كلام مظبوط، بس مثلا احنا ساعات مثلا بننزل اوفرز 50%، بس ده بيرجع لايه؟ بيرجع ان انا الماتيريال ذات نفسها اللي باخدها من الشركه انا واخدها بخصم. ما انا اوريدي انا طالما واثقه فيك اللي انت هتعمله، الاوفر اللي انت هتعمله انا هكون واثقه فيه، لكن اقصد ما اختارش المكان اصلا على حسب الاوفر بتاعه. بالظبط. وانا مش عارفه المكان ده اساسا. بالظبط يعني. ده كلام مهم. ده برضو هياخدنا ان هو هيعمل دلوقتي عرض لفيونكا وبكيون، اكيد احنا مش هنعدي الجمله كده طبعا من غير ما نستغل الموقف، فهتدينا عرض طبعا لفيونكا وبكيون. اي فيونكا اكيد مش هجيلك بكيون، اي فيونكا هتجيلك هتقول لك انا فيونكا، هتدي لها خصم، هتدي لها. طيب احنا ممكن نقدم عرض على البروتين بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه العلاجي ده. حلو جدا، عرض للبروتين العلاجي من بيوتي صالون كاربن. هيكون خصم مثلا 40%. واو حد حلو ده، حلو ده، حاجه كويسه جدا. ربنا يخليك، شكرا ليك، وبجد مبسوطه من الحاجات الجديده اللي انتوا عاملينها. في حاجه جميله كده انت قلت لي عليها قبل ما نبدا مع بعض، اللينسز الجديد. بالظبط. كلمني بقى شويه عنه. احنا في براند بتاع لينسز نازل لينا ان شاء الله على اخر السنه، هو براند لينسز كوري اسمه ليديا، هيكون في منه 6 ألوان ده مبدئيا، وبعد كده هيكون 12 لون. البراند ده احنا دلوقتي سجلناه في الصحه في مصر، يعني منطبق مع وزاره الصحه، وان شاء الله على شهر 12 هيكون موجود في السوق. هو الماتيريال بتاعته حاجه عاليه جدا، يعني مش عايز اقول مش هيكون ليه منافس في الماتيريال بتاعه من ان هو هيكون حلو، ولكن هنقول ان هو هيكون من احسن الماتيريال اللي هتكون موجوده في السوق المصري ان شاء الله. يعني واثق في نفسه ومتواضع مع بعض. اكيد كده الناس دي حلوه قوي، اكيد انا هجرب اقول لكم يا جماعه. أكيد أكيد. وان شاء الله يعني زي ما قلت لحضرتك على اخر السنه هتكون بقت موجوده في السوق المصري، هنطرحها على كل الاماكن وان شاء الله تعجبكم، هتكون من احسن اللينسز اللي هتكون موجوده. حلوه بجد، اتبسطت جدا معاك. ده شرف ليا، واكيد معلومات رائعه جدا، واكيد لنا لقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله اكيد باذن الله. شرفتيني يا فندم، شرفتيني. اكيد اتبسطتي النهارده واستفدتي كتير جدا من الفقره دي، لان احنا حاولنا النهارده ان احنا نجاوب لك على اكبر قدر من الاسئله اللي انتوا بعتينها لنا على البيج على فيونكا وبيبيون، علشان تقدروا تعرفوا بيها ازاي تعتني بشعرك، تعتني بشعرك ازاي، المنتج ده مين اللي يقدر يستخدمه ومين اللي ما يقدرش، الوان الموضه، كل الاسئله اللي انتوا بعتوها يا رب اكون قدرت اوصل لكم الاجابه بتاعتها النهارده. وزي ما بقول لكم في العادي، اهتمي بنفسك باستمرار، بيفرق مع نفسيتك، مع شخصيتك، مع شكلك، مع جمالك، مع مظهرك. بحاول ان انا اجيب لكم ناس بروفيشنال اكتر في كل المجالات اللي انتوا حابينها، علشان انتوا حبايبي وبحب اقدم لكم كل اللي انتوا بتحبوه وكل اللي انتوا عايزين تعرفوه، بس انتوا في نفس الوقت عليكم مسؤوليه ان انتوا تسمعوا الكلام وتهتموا بنفسكم وبمظهركم. وبكده هكون جاوبت لكم على كل الاسئله اللي انتوا بعتوها على البيج على فيونكا وبيبيون، علشان تعرفوا بيها كل الاسئله اللي خاصه بالشعر والعنايه بالشعر والبروتين واللي انتوا عايزينه كله. يا رب اكون قدرت اوصل لكم كل الاجوبه اللي انتوا حابينها، بس انتوا عليكم مسؤوليه تانية طبعا، ان انتوا لازم تهتموا بشعركم باستمرار، لازم تهتموا ببشرتكم باستمرار، لازم تهتموا بكل حاجه باستمرار. مظهرك هو اهم حاجه، هو ثقتك في نفسك، هو ان انت تبقي نازله من البيت مبسوطه، تبقي عايشه حياتك وانت حاسه ان انت واثقه في نفسك من كل حاجه. دي النهارده كده كانت فقرتنا، يا رب تكونوا عجبتكم واستفدتوا منها، ويا رب تكون الحلقه كلها عجبتكم النهارده. تابعونا على الفيسبوك على فيونكا وبيبيون، وما تنسوش مبادره ابني اقوى على الفيسبوك. هتوحشوني للحلقة الجاية، باي باي.